الثاني لا وحده وأرحمه. إن تجسيد إرادة الدولة الرامية إلى تطوير الحركة الكشفية التطوعية ما هو إلا هدف منه غرس روح العطاء وتعزيز الدور المحوري لمهمة هذه المؤسسة في المرافقة المتميزة للنشط وحماية وتوجيه إلى أسس العمل الجمعوي والعمل الحضاري الذي شيد عماده الشهيد محمد بوراس. شكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على اعتبار هذا اليوم يوما وطنيا خاصا بالكشافة الإسلامية الجزائرية. الكشاف اليوم هو قائد المستقبل، هو قائد مجتمعه. هنا في الكشافة الإسلامية الجزائرية هو الهدف تاعنا هو تنشئة أفراد صالحين في مجتمعاتهم باش يقودوا المجتمع إلى بر الأمان. والكشافة الإسلامية الجزائرية هي بيئة آمنة لكل شبابنا ولكل فتيتنا.